اهلا وسهلا بنات، كيفكم؟ شخباركم؟ بما اننا دائما اسئله عن العيون او ميك اب العيون بالغالب تجيني من البنات اللي عيونهم مبطنه، فايش قلت اليوم اشرح تقريبا اغلب الميك اب المناسب للعين المبطنه من رموش واي لاينر واي شادو، ويوم ثاني ان شاء الله اشرح بقيه انواع العيون. فالعيون المبطنه او الميك اب ارتست ركزوا معي، خلينا نوضح نقطة في البداية. العيون المبطنة أنواع كثيرة، منها تجيكم زي هذا الشكل مثلا، يجيكم التبطين من البداية للنهاية وبالنهاية صاير نازل زي كذا، لكن نفس الوقت تشوفين الجفن المتحرك، تمام؟ شوفوا بعد عنده اختلاف بالعين، هي نازل أكثر. عموما التبطين وإيش هو التبطين؟ في بنات ما يعرفون، اللي هو يصير الجفن اللي فوق هذا، اللي هو الجفن الثابت اللي ما يتحرك زي الجلدة، فوق الجفن المتحرك. تشوفون جيجي حديد عندها تبطيل، لكن نفس الوقت تشوفون الجفن المتحرك عندها، بس هذا هو الجلدة بارزة عندها. راح أشرح طبعا بعد شوي كيف نتعامل مع عيون اللي زي كذا. بعد حابة أوريكم كذا عين مبطنة عشان ممكن نفهمها أكثر. تلاحظون إن الجفن داخل مرة المتحرك والجفن الثابت مرة بارز على برا، هذا بعد عين مبطنة. طبعا في التبطين الآسيوي بعد، مثل هذه عين مبطنة تشوفونها. أحاول أوريكم أغلب أشكال العيون المبطنة. هنا عندك بغض النظر عن الميك اب مسويته، العين تبطينة كاملة، هذا كأن تبطين آسيوي نوعا ما. عشان نفهم الفرق، هذه عين مبطنة تشوفون، ما نشوف الجفن المتحرك، يعني شوفوا بس هنا، بس هذا جفن ثابت بارز أكثر. هنا عين غير مبطنة، لاحظوا الجفن المتحرك عندنا واضح، الكسرة حقت العين عندنا واضحة. فعشان نفرق بين الجفن المبطن أو العين المبطنة والعين اللي غير مبطنة، أكثر شيء أشوفه ويغلطون فيه البنات اللي هو الآيلاينر، تمام؟ مو غلط إنك ترسمينه كامل، عادي لو حابة، بس أنا بالنسبة لي الأفضل ان انت ما ترسمين الايلاينر من هنا لهنا. ليه؟ لان عندنا مساحة الجفن المتحرك عندك صغيرة، فلو جيتي عبيتيها ايلاينر بيختفي، ما راح يبان عندك كأنه ايلاينر، بيصير كأنه سموكي، فهمتوا علي؟ فراح تختفي المساحة كلها. فالافضل لو حبيتي ايلاينر طلعينه من هنا، اهم شيء ما تجين عند هذه الكسرة، طلعينه من هنا، ترسمين كذا، تجي ترجعين تقفلينه من هنا وترسمينه كذا. اهم شيء الكسرة هذه تشوفونها، ما تجون فوقها، ما تجون عندها، تجون تحتها. هذا كان بالنسبة للعين اللي جاي كأنه نص تبطينة. أما البنات اللي عيونهم مرة 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 مبطنة زي هذا الشكل أو أخف من هذا الشكل، أنا بالنسبة لي أفضل الابتعاد عن الآيلاينر اللي هو الكحل السائل فوق العين، لأنه بتغمضين بتسوينه وأنت مغمضة بتحسينه مرة حلو، بتفتحين عينك ما بتشوفينه، لأن الجفن المتحرك عندك تقريبا من غير واضح، فخلاص بيختفي الايلاينر عندك. فالافضل انك تبتعدين عن الايلاينر السايل. طيب انا عيني مبطنه وفي نفخه من هنا وزي كذا، شلون اتعامل معها؟ من العيون اللي شوي مو صعب التعامل معها، بس لازم تعرفين تتعاملين معها. اذا ما عرفت تتعاملين معها بيطلع شكلك مو مره مرتب. فشلون؟ طيب اي شيء يا بنات بارز، يعني شيء بارز جلد طالعه، نتعامل معها نحط لون غامق، مو معناته نروح على الأسود، نروح على البني الغامق، لا، يعني نبدأ لون انتقالي كالعادة، نبدأ نغمق شوي. أهم شيء إن هذا المنطقة تكون بالدرجة بطريقة غامقة. هذا الميك اب أوكي، هو الطريقة صح بغض النظر إن ذوقنا أو مو ذوقنا، الطريقة صح. ليه؟ لأن تلاحظون بدت حطت الألوان الانتقالية وتبدأ تتدرج، وهنا ما خلتها فاتح، خلتها غامق. تلاحظون كيف الطريقة بغض النظر عن الألوان. ثاني شيء زي ما هي مسوية، الرموش مرة تفرق يا بنات بالتبطين، سواء تبطينك زي كذا أو مختلف، مرة تفرق وتعدل العين. شلون؟ الحين بقول لكم، الرموش لازم تكون عندنا مفرقة، يعني أطوالها متفرقة تغطي لي كل المنطقة هذه، فهمتوا علي؟ ما تجيكم الرموش اللي شوي خفيفة من هنا بعدين فجأة مسحوبة، لا، اعتمدي الرموش اللي مفرقة أطوالها وتجي زي الكشة، زي هذا النوع نوعا ما. تشوفون؟ ممكن تاخذين أقصر خف كيفك، بس إن النوع شوفوا كيف أطواله كذا متفرقة ومفرق الشعر. هذا النوع مرة يناسبكم، عندكم مثلا من الأنواع اللي تناسب أغلب البنات وتناسب عيون بطل مثلا WSP، تجيكم مفرقة من تشيري. هنا بس بوريكم مثال زي اللي شرحته قبل شوي، لقيت الصورة بالصدفة. شوفوا كيف
العين فيها نوعا ما تبطين صح؟ تشوفون هذا كله تبطين، أخف من اللي قبل شوي بس يعتبر تبطين. راحت شو سوت؟ حطت آيلاينر كامل العين، غمضت عينها وحطت آيلاينر كامل العين، فتحت العين اختفى الجفن كامل، زادت التبطين هنا، بس هنا لعبت بالشادو، حطت هنا أغمق، تلاحظون ما حاولت إن هنا تخلي حطت الآيلاينر على خط الرمش. ممكن تسوينه إذا كنتي فاهمة كيف تسوينه، عرفتي يعني تمرستي، لأن أحيانا يقلب كذا يعني إذا ما عرفتي، وشوفوا كيف صار مرة مناسب لعينها. فهمتوا قصدي؟ الحين بوريكم بعد، بحاول أطلع لكم مثل أمثلة زيادة، أقول لكم شو الصح وش اللي كان أفضل إنها تسوي. أول شيء صح اختيارها رموش، زي ما قلت مفرقة كذا أطوالها، لاحظوا حتى أنا كيف فتحت عينها وشوي موهت عن نائل كسرة حق التبطين. ثاني شيء كان ممكن تسويه يطلع أفضل لو من جد الجفن عندك مبطن، لا لو رفعت هنا لون غامق ودمجت مع اللون الانتقالي كان ممكن ما يبين أبدا عندها تبطينة مع الرموش اللي ركبتها، بس الرموش نوعا ما صحيحة زي ما شرحت لكم. لقيت هالصورة شارحة نوعا ما الفكرة، تلاحظون هنا هي عينها مبطنة فيها تبطين، بس لاحظوا هنا مو باين مرة تبطين، عرفت كيف تلعب بالألوان، خلت اللون اللي على الكسرة أغمق. هنا شوفوا هنا عينها مبطنة، لما أنا أقول حطوا غامق على الكسرة أنا ما أقصد إنك تروحي الألوان اللي هي أغمق درجة، لا، لكن لازم يكون في درجة هنا، لازم يكون في تدرج شوي أغمق من لون البشرة. يعني شوفوا هنا بدون لون كيف صار، وشوفوا هنا لما حطت كيف صار، يعني لعبت ترى بكب لونين بالشادو. لكن حتى لو حطيتي ميك اب ناعم لازم شوي تدخلي الألوان الترابية على اللون الانتقالي على كذا وتدمجينهم بالحركة. من الأغلاط الكبيرة اللي توضح التبطين عندنا إن البنات زي ما قلت لكم يحطون فاتحة الكسرة، مرة غلط، لازم ترفعين اللون هنا، لازم يكون فيه تدرج ألوان كذا بهالحركة، أنت قاعدة تبرزين اللون التبطين اللي عندك. يعني أنت عارفة إن اللون الفاتح نحطه على الأماكن الداخلة عشان نطلعها، واللون الغامق نحطه على الأماكن البارزة عشان ندخلها، زي الظل نتعامل معه، بس لما نعكس الموضوع شوفوا كيف يصير معانا، تطلع نتيجة عكسية جدا. بغض النظر عن الميك اب زين، انا قاعده اشرح الفكره، لاحظوا معي هنا حاطه لون غامق صح، وهنا حاطه لون فاتح بدي اعطوا الغامق، ما دمجتهم مع بعض، ما صعدت الغامق شوي فوق، شوف الفرق، هنا باين التبطين عندي اكثر، هنا اخف عندي. زي ما قلت لكم ارجع واقول هنا لا تحطين فاتح ابدا، ابتعدوا عن هالميك اب، مره حرام يظلم جمال العين المبطنه. انا مو على العين مبطنه ترى، بس في ناس ما تعرف تتعامل معها، يعني كذا تحطين هايلايتر على التبطين لما يجي من قدام غلط، تسوين الايلاينر كامل كذا بعد غلط، تحطين تخلين هذا فوق الجفن المبطن من فوق فاتح، وبعدين على طول تحطي غامق بعد غلط. عندكم مثلا هنا مره حلو، مره حلو، شوفوا سموكي ناعم، بنيات مصعدة شوي هنا الألوان، حاطة رموش مفرقة. يعني دائما أنا أموت 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 على السموكيات البنيات على العيون المبطنة، جدا تحليها، شوفوا كيف، شوفوا عيونها قبل فيها تبطينة، صح إنها مو قوية كثير يعني، بس فيها تبطينة. زين بوريكم اللوك بعد، هذا تقريبا من اللوكات المفضلة لي للعيون المبطنة، سواء كان أثقل أو نفسه أو أنعم، بس أنا أحب هذه الدرجات اللي بوريكم إياها. شوفوا أنا مرة أحب كذا أن نعتمد على المات كالرز، الألوان الترابية المطفية كذا، ونرفعها لفوق ندمج اللون الانتقالي وننزل شوي لون أغمق. شوفوا كيف، ما تقدر تحط أيلاينر، إيش سويت؟ حطت شادو بني أو أسود تقدرين بعد، موهته بهالطريقة عشان تسحب عينها لفوق، واستخدمت أهم من هذا كله الرموش المفرقة كاملة زي كذا، جدا حبيت. بس عشان تفهمون قصدي بأنواع الميك اب اللي تناسبكم، أنا يعني هذا بالنسبة لي أسميه سموكي، بس سموكي ناعم بني. شوف عندنا هنا مثال، حاطة إيلاينر كامل وبرز تبطين عنده، وهنا كان اللون فاتح، أما هنا زي ما تشوفون راحت حطت ألوان غامقة على الكسرة، كان بإمكانها بعد ترفع شوي يطلع أحلى، لكن اختيار الرموش بعد لو كان من هنا أطول ويغطي التبطين كان بيطلع أحلى وأحلى عينها، لأن هنا عينها صايرة ناعسة و عادي مو غلط، بس كان ممكن يكون أحلى. بغض النظر عن الميك اب تشوفون هنا بعد رفعت الألوان الغامقة، مسكرت رموشها مرة، هنا لا إيش سوت؟ حطت أيلاينر كامل العين، صار لما فتحت عينها كأنه سموكي، وهنا خلت الألوان فاتحة فطلع شكلها غلط. أتوقع أنكم خلاص حفظتوا القاعدة.